افهمه. هاي اليوم من ثلاثة احنا بدنا نسمع امريكا وهي امريكا هي التي قطعت علينا الكهرباء وما هذا شفنا بروباغندا هذا باختصار صناعة ابواب جديدة للفساد هي المشكلة قائمة والمشكلة فنية وهذول ما يقدرون يعالجون هذا الموضوع. عندنا شركة النفط الوطنية عندنا خبراء استاذ زهير يزعلون عليك الاطار البصرة. نعم يزعلون عليك الاطار يزعلون على السيد المالكي على ائتلاف دولة القانون يا رب من يزعلون ان شاء الله امرهم مصالحه يعني رجل احكي لا تاخذني بقول الحق والله نعم والله نعرف ما يعني ايه. شنو هذا بلدي هذا صح انا ما دعتهم دا قلنا ما انتم فاشلين يا اخي جيبوا ناس تفتهم طيب لقي لي مستشار بخير بمكتب رئيس الوزراء يا معود احنا اللي بيدنا خبره وعندنا شرف شويه خلينا نقول طب ابعدونا عن كل شيء طيب خلينا نشوف دكتور ما المساله مساله روح وطنيه